السلام عليكم ورحمة الله ليزامي، الناس اللي مابونين في لاشين واللي مابونين في الباج ديال محمد بحاري. واحد المنتوج جاني اليوم، واحد السلعة وبضاعة تقديتها من الانترنت وتعطلت عليا بزاف، وكنت ضروري محتاجها ويلاه وصلتني. كنت قديتها من علي اكسبريس. الاكسبريس معروف، كل شيء كيعرف هذا السيت. تقديت منه حوايج اخرين من بعد هاد السلعه اللي جاتني دابا، تقديت منه شي حاجه اخرى وصدقات الحاجه الاخرى جات هي الاولى، والحاجه المهمه اللي ضروريه بغيتها يلا وصلتني. هاد الحاجه هي هاد اللعيبه، هادي تعرفوها، كروه ديال الموتور. كان وقع ليا مشكل في الموتور، تقطعت ليا ختها الكروه، ختها يعني دوريجين. عيت ما نقلب عليها هنا في المغرب، ما تلاقيتهاش. صونيت على الشركات ديال هاد الكروات، ديال درت اكادير كله من راس الراس، وصيت الدراري في كازا يقلبوا ليا في القريعه على هاد السيري، يعني هاد السيري هاد السيري ديال 20.1759، كانت لاقا 700، وكنت لاقا 756 و54، يعني ما غاديش تجيني في الموتور. قلبت حتى عيت، ديبانيت بوحدة، واخا الموتور كي تازع ولكن الدوريجين هي اللي كنت لاقيت في الانترنت. صافي تقديتها بشي $17، $17 بحال قلتي 3400 هكاك، وباش تجيني تاني كزاد واحد 60 درهم بحال هكاك، يعني إضافة باش كتصيفط لك، يعني يقول شي 5400 باش تقعمت. أنا كنت لقيت هادي دوريجين، تلاقيتها هنا في المغرب 6000 ريال، غادي نتقداها ولا 7000 ريال، حيت حاجة دوريجين ماشي بشي حاجة. هي جاتني من الشينوا، يعني من الشينوا، جاتني من الشينوا، شانغاي شينا هي في كانت، يعني العنوان ديالي موروكو، كلشي كاين هنا. هنا تاني عاطينك شحال باش تقديتيها، كل شيء. وهذا الكود بارير، كود بارير عارف هاد السطورة، يعني كيعطيوك تمن السلعة ديالك فين وصلات، حيت كيدوز على هاديك لاباري ديال كتقرا هاد الكود بارير كود بارير، كتعرف السلعة فين كاينة، واش باقية في شينوا، واش دخلت المغرب، ولاش كاينه في كازا. كيعطيو كاينه في كازا شويه، كيقول كاينه في اكادير شويه تاني، فين كتدخل ايتملو، البوسطه ديال ايتملو هنا فين ساكن، كدوز الكود بارير كتلونسا ديريكت عندك في السيت اللي كنتبع فيه السلعه. صافي، واليوم كنت قديتها نهار 9 في شهر 10، 9 في شهر 10، يعني اليوم 13 شهر 12، يعني 70 يوم هذيك ولا شنو هو. وصيفط ليهم، قلت لهم السلعة حاجة هاد كيف كيقولوا هما الحزمة، يعني شي حاجة حزمة تعطلات عليا بلونجلي، هادشي يعني كدير تراديكسيون بالعربية كتحول لونجلي وكتصيفط ليهم. تعطلات ليا السلعه، تعطلات علاش؟ كيقولك راه اش كاين الشاحن هكا، والبلد اللي كاين فيه انت لا بد غادي تعطلك شويه السلعه، يعني حتى كيتجمع السلعه كل شيء عاد كتصيفط مره. ما غاديش يصيفطوا لك كرواف، صيفطوا لك من الشينوا في الطياره خاصه بك، خاصك يعني خاصك تزيد شويه ثاني تجمع لك في الاكسبور، زعما في اكسبريس خاصه، يعني دي اش ال اكس ما عرفتش وحدين اخرين،
انت مابيكس ولا سميتهم كاع وحدين اخرين تاني خاصين بالارسال يجيبوها لك حتى لباب الدار. هذوك ولا حتى لباب الدار كي كتوصلهم هنا كيصونيو عليك فين كاينه الدار ولا هادي، ولا كيجيو العنوان ديالك تيجيبوها لك حتى لباب الدار بحال الفاكتور. دابا انا خلصت على هذيك 60 درهم وانا باقي ما عرفت هذيك هذيك اكسبريسيون باش كنخلص على هي هذيك 60 درهم يعني باش نصيفطوها لك. وما كيقولوا غراتوي ولكن هذيك 60 درهم اللي ما عرفت انا هذيك الاضافه اللي كيزيدوا هذاك الشيء علاش كتعطل. انا لما بغيتيها تجيك في 10 ايام السلعه ديالك غادي تجيك في 10 ايام ولكن تخلص شويه. انا حتى حاجه شاريها ب 15 فرانك ولا 20 فرانك غتولي خلص 10000 ريال باش توصلك دغيا يعني يوم مضمون. يعني الا تقديتي شي تليفون غالي يستاهل يستاهل دير عليه هكا باش غارانتي كيوصلك حتى الباب دا. صافي هادشي اللي كاين كروا على السلامه. وصلاتنا بعدا واخا تعطلات انا خدتها الاخرى اللي كنت دير تقطع ثاني وقع لها مشكل ونصدق لهنا لهنا ولكن الحمد لله وصلت. هادي غادي نخليها سكور مع الموتور وقت ما سميتو غادي نركب هادي الدوريجين. ايوا هادشي ما كانوا. شاركت معكم هاد الفيديو السلعه ديالي انها كتوصل من السيت ديال ايكل اكسبريس وتقديت منه وعاود غادي نتقدى ان شاء الله. وهادشي اللي كاين ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي وتابوناو في الباج ديال فلوغ محمد بحاري فلوغ. وخليناكم هاد الساعه. السلام عليكم.